بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال من سائل رمز إلى اسمه بالحروف ميم لام، يقول: هل يجوز شراء لعب الأطفال التي تكون فيها رسومات لأحياء ذوات أرواح، أو ربما تكون لعبة على شكل حيوان أو إنسان له روح؟ أرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التصوير محرم بجميع أشكاله، كل ما فيه روح فإنه يحرم تصويره ويحرم اقتناء صورته. قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الوعيد على المصورين، وأنهم أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. ولما رأى في بيته نمرقة قد ستر بها فتحة في الجدار وفيها تماثيل أي تصاوير، أبى أن يدخل هذا البيت حتى هتكت هذه السترة وأزيلت. أدل هذا على تحريم استعمال جميع الصور لذوات الأرواح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصور التي يقولون إنها للأطفال تدخل في هذا المنع وهذا الوعيد. وأما ما يستدلون به من لعب عائشة يوم أن كانت صغيرة، فهذا في الواقع لا يدل على أن هذه اللعب كانت على مثل هذه الصور الموجودة الآن، هذه الصور المنمقة الملونة التي فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وإنما كانت الصور في التي تستعمل في اللعب تكون من أعواد وخرق يلفونها، وليست على شكل ما يصنع من الصور الآن ويروج ويباع بحجة أنه للعب الأطفال. فبين النوعين فرق واضح، لا سيما وأن الناس تفننوا في صناعة هذه الصور حتى يجعلوا فيها شيئا يحركها تمشي وتتحرك، وربما يكون لها أصوات وضحك وما أشبه ذلك مما يجعل فيها من التسجيل والأشرطة التي يخيل إلى الإنسان أنها حيوانات طبيعية. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز اقتناء هذه الصور وتمكين الأطفال منها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. وبالإمكان أن يشترى للأطفال لعب ليس فيها محذور، صور الآليات، السيارات، الطائرات، والمعدات الصناعية التي ليس فيها محذور. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السائل إبراهيم بن عبد الرحمن الشعلان يقول: إذا اقترض رجل مليء مبلغا نحو 100,000 ريال مثلا، فهل فيه زكاة؟ وهل زكاته على مقرضه أو مقترضه؟ نرجو تفصيل ذلك جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب على مالك المبلغ وهو المقرض، تجب على مالك المبلغ وهو المقرض فيزكيه، وهو في ذمة المقترض إذا تم عليه سنة، لأنه ملكه. وأما المقترض فإنه يزكي ما عنده من المال الذي يملكه، وإن كان في هذا القرض، وإن كان في ذمته هذا القرض في ذمته، وأما المال الذي عنده فيزكيه إذا حال عليه الحول. نعم، يعني على المقترض زكاة هذا القرض إذا حال عليه الحول، على المقرض زكاة
الدين الذي له في ذمم الناس، سواء كان قروضا أو غير قروض على المقرض. أما المقترض فيزكي ماله هو، ماله الخاص هو، وأما زكاة القرض الذي في ذمته ليست عليه، وإنما هي على المقرض. متى تكون زكاة هذا؟ لو أن المقرض كاد يحول الحول على ماله بعد شهر مثلا فأقرض صاحبه، يزكيه إذا تم له سنة، يزكيه ولو كان ما أقرضه إلا منذ شهر بناء على الحول الذي تم له قبل القرض، لأنه لم يخرج عن ملكه، لأنه لم يخرج عن ملكه بإقراضه للمقترض، لم يخرج عن ملكه. ولا نظر إلى حال المقترض هل هو مليء أو غير مليء؟ هذه مسألة أخرى. إذا كان الدين على مفلس أو على مماطل ولا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه، فهذا في حكم المال الضايع الذي لا يدري هل يجده أو لا يجده، فهذا يزكيه إذا قبضه عن سنة واحدة. عن سنة واحدة. أما المال الذي على مليء، على مليء باذل إذا طلب منه فإنه يسدد، فهذا مثل الذي بيد صاحبه، إذا تم له سنة يزكيه. ولو بقي عند المقترض ما بقي كل سنة يزكيه؟ ولو بقي عدة سنين، لأن حق الفقراء لا يسقط عنه. أحسن الله إليكم. السائلة سين عين حاء تقول: أمي مريضة وقد أقضي فترة النفاس عندها وهي متعبة فوق مرضها، فهل لي أن أستقدم خادمة لمساعدتها؟ ما الحكم في ذلك جزاكم الله خير؟ استخدام الخادمات فيه خطورة عظيمة ونتج عنه مضار كثيرة، فمهما أمكن الاستغناء عن الخادمات الأجنبيات فإن ذلك أحوط للإنسان وأبرأ للذمة. وإذا اضطر إلى استخدام الخادمة فإنه يلتزم معها بالأحكام الشرعية، لأن تقدم مع محرمها وترجع إلى بلدها مع محرمها، ولا يخلو بها هو أو أحد من أولاده أو من في بيته، لا يخلو رجل بامرأة خادمة أو غير خادمة، وتلزم بالتستر والحجاب، وتؤمر بالصلاة، وتؤمر بالواجبات، بأداء الواجبات. الشرط فيها أن تكون مسلمة ملتزمة لأحكام الدين، لا يستقدم كافرة أو فاسقة أو فاسدة في عرضها. فإن عجز عن بعض هذه الشروط، كان يعجز عن محرمها، إذا عجز عن بعض هذه الشروط فلا يستقدمها، يعني لا يجوز له إلا إذا توفرت هذه الشروط. أحسن الله إليكم. السائل قاف لام من الرياض يقول: ما الرد الشرعي لأسئلة الأطفال حول كيفية خلق الخلق وقولهم ما صفة الله جل وعلا ونحو ذلك؟ الأطفال يعودون على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وإذا سألوا سؤالا فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى فإنهم يؤدبون، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيربى الأطفال على مهابة الله وإجلاله وخوفه، وإذا تكلموا بكلام فيه إساءة أدب في حق الله تعالى فإنه يبين لهم أن هذا لا يجوز، وأيضا يؤدبون بشيء يردعهم عن مثل هذا. عبد الملك ميم يقول: هناك بعض الأسر تسارع إلى نعي الميت على صدر صفحات كبيرة وربما في أكثر من صحيفة للمظاهرة في ذلك ونحوه، مع ما فيه من التكلفة بما يدفعون من الأموال الكثيرة، فهل هذا جائز؟ وما نصيحتكم لتلك الأسر جزاكم الله خير؟ الإخبار بموت الميت وإعلان ذلك إذا كان يترتب عليه مصلحة من الدعاء له وحضور جنازته الصلاة عليه فإن هذا أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صلاة الغائب، نعى النجاشي يعني أخبر بموته من أجل أن يدعى له وأن يحضروا صلاة الغائب عليه. أما إذا كان الإعلان عنه من باب الجزع والمباهاة والمبالغة فهذا أمر لا يجوز. إذا مدار ذلك على النية؟ مدار ذلك على واقع الناس ومقصودهم بهذا الإخبار، وصفة الإخبار أيضا، لأن لا يكون فيه مبالغة أو فيه إشادة بصفات الميت ومدح للميت، وإنما يخبر بأنه مات لأجل أن يدعى له ويصلى على جنازته، وإذا كان عليه ديون لأحد فإنه يحضر لاستيفاء ديونه. فإذا كان يترتب على الإخبار عن موت الميت مصلحة فلا بأس بذلك، لكن بالصفة التي لا مبالغة فيها ولا مباهاة. فإن دخلت في المباهات والمبالغة فهي من المحرم، فهي لا تجوز. أحسن الله إليكم. قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. جزاكم الله خيرا. السائل عين ميم يقول: أحب أن أعرف وبصورة مبسطة وسهلة طريقة الغسل من الجنابة، حيث سمعت عن عدة طرق، فأرجو من فضيلتكم التوضيح، وهل الغسل تحت الدش يجزي أم لا؟ صفة الغسل من الجنابة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه
يغسل فرجه أولا وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات يرويه، ثم يفيض الماء على جسمه 3 مرات يعمم بذلك جسمه بحيث لا يبقى شيء من جسمه إلا وجرى عليه الماء. الواجب مرة واحدة والمستحب 3 مرات، سواء ذلك كان ذلك باستعمال الدش أو بغيره، المهم أنه يفيض الماء على رأسه وعلى جسمه ويعممه، إما بأن يقترف الماء ويصبه على جسمه، وإما بأن يفتح الدش ويكون تحته ماء. تحقيق الوضوء مع الغسل ليكون المغتسل متوضئا للصلاة، يرتفع الحدث الأصغر أولا ثم يرفع الحدث الأكبر. يلزم لذلك أن يمر أعضاء الوضوء بنية مستقلة، يغسلها للوضوء ويمر الماء عليها للغسل للطهارتين، يبدأ الوضوء أولا ثم يمر الماء عليها مرة ثانية لرفع الحدث الأكبر. الوضوء لرفع الحدث الأصغر، وهذا الغسل العام هذا لرفع الحدث الأكبر على أعضاء الوضوء وغيرها. فإن مس فرجه بعد وضوءه من غير إذا مس فرجه بيده بكفه، إذا مس فرجه بكفه فإنه ينتقض الوضوء، يعيد الوضوء. له أن يؤجل شيئا من أعضاء الوضوء ليكون بعد الغسل؟ نعم، من الصفات المستحبة أن يؤخر غسل الرجلين إلى أن يفرغ من الاغتسال ثم يغسلهما. يعني يتوضأ وضوءا أوليا لرفع الحدث الأصغر، ثم يغتسل لرفع الحدث الأكبر، ويترك رجليه في الوضوء الأول. هذه الصفة نعم. وإن غسل رجليه مع الوضوء فلا بأس. قصدي أنه يبقى مس الفرج لا ينقض لأنه لم يكمل الوضوء. الفرج فرغ منه وغسله بالاستنجاء، فرغ منه فلا يمسه بيده. نعم. أحسن الله إليكم. لكن يجري عليه الماء إجراء من غير أن يمسه. نعم. بواسطة الدش أو بواسطة الغرف أو بواسطة الانغماس في الماء الكثير الذي يجري أو الكثير المستبحر. نعم. السائلة مها عين من الدمام تقول: أنا فتاة أصبت في يدي قريبا من الكتف، وأجريت لي عملية جراحية، منعني الطبيب بعدها من الاغتسال حتى لا يصاب الجرح بالغرغرينة، لكن بعد فترة انتهيت من الحيض وأردت الاغتسال، فاحترت في أمري، فماذا أفعل؟ هل أغسل جسدي دون هذا الموضع؟ لأنني علمت أنه لا يتم التطهر إلا بغسل كل الأعضاء، مع العلم أن حجب الماء عن هذا المكان صح. المصاب في بعض أعضائه بجرح أو بكسر، إذا كان يتضرر هذا الموضع بالماء فإنه لا يغسله، يجنبه الماء ويغسل بقية الجسم، يغسل الصحيح ويتجنب المصاب. فإن كان على موضع الإصابة لصوق أو ضماد فإنه يمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته، وإن لم يكن عليه شيء فإنه يتيمم بعدما يفرغ من الاغتسال أو الوضوء عندما يريد الصلاة، ويكفي ذلك إن شاء الله. ليس له الجمع بين التيمم والمسح؟ لا، إذا مسح يكفي. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: عندما أصلي وأنا في الصلاة في الركعة الثانية لا أقرأ التشهد الأول، فأجلس ثم أقوم وأنا ناسية، ثم أصلي الثالثة وأذكر أني لم أقرأ التشهد الأول، فهل أقرأه في الثالثة أم بعد فراغي من الصلاة قبل السلام، أم أسجد سجود السهو ثم أسلم ويكفيني ذلك؟ من نسي التشهد الأول وقام عنه فإن ذكر قبل الاعتدال فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول، وإن لم يذكر إلا بعدما استتم قائما فإنه يكره له الرجوع ويستمر، أو شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع ويستمر في صلاته، ثم إذا أراد أن يسلم فإنه يسجد سجدتين للسهو ويكفيان بحمد الله عن التشهد الأول يجبرانه. نعم. السائلة منيرة غين من القصيم تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان، فماذا أفعل؟ إذا كنت تركت الصيام بعدما بلغت سن التكليف فإنك تقضين هذا الصيام الذي تركتيه وجوبا لأنه باق في ذمتك، فعليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. أما إذا كان ذلك قبل البلوغ فلا شيء عليك في ذلك. نعم. وإن نسيت الشيخ كم صام وكم أفطرت؟ تحتاط، تقدر وتحتاط. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ألف حاء يقول: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ أرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا.
السجود كله يجوز أن يكون قبل السلام ويجوز أن يكون كله بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إذا كان السجود عن نقص في الصلاة سهوا فإنه يكون قبل السلام. هل من مثال على النقص؟ مثل ما لو ترك التشهد الأول، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. كما لو زاد في الصلاة ركعة ناسيا، يعني لو قام بعد الرابعة هذا زيادة بلا شك. أي نعم. لكن لو جلس للتشهد الأخير بعد الثالثة في الرباعية، هذه زيادة أيضا، هذه زيادة. نعم، لأنه جلس في غير محل الجلوس فيكون زائد جلوسا زائدا، فيسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الأفضل. يعني صورة النقص أن يدع شيئا من الصلاة. أي نعم. صورة الزيادة أن يزيد شيئا في الصلاة ناسيا. نعم. حسن الله عليكم. السائل عين ميم من المنطقة الجنوبية يقول: نحن بدو في البر والماء يبعد عنا 50 كيلومترا تقريبا، ونجلب الماء لأهلنا على السيارات ونسقي الإبل والغنم، فهل يجب علينا الوضوء والغسل من الجنابة؟ وبعض بيوتنا فيه 10 أفراد والبعض أكثر من ذلك، أم يجوز لنا التيمم؟ إذا كان الماء لا يكفي لحاجتكم وللطهارة فإنكم تقدمون الحاجة وتتيممون للصلاة. إذا كان الماء قليلا، حاجة للأكل والشرب، لا يكفي للحاجة للأكل والشرب وسقي البهائم، فإنكم تقدمون الحاجة وتتيممون للصلاة، لأنكم في حكم العادم للماء. أما إذا كان الماء كثيرا يتسع لحاجتكم وللوضوء فإنه لا يجوز لكم التيمم، لأنكم واجدون للماء. الله تعالى يقول: ألم تجدوا ماء فتيمموا. الواجد للماء يجب عليه استعماله في الطهارة. إذا كان فيه وفر يكفي لحاجته ويكفي لطهارته فإنه لا يجوز له التيمم، بل تجب عليه الطهارة بالماء. نعم. هل يكون وجود الماء وجود السيارة عندهم وأن المسافة 50 كيلا ما يلزمهم أنهم يروحون يروون من أجل الطهارة؟ ما يلزمهم هذا، لكن لو فعلوا جابوا ماء كثير فإنه لا يجوز لهم التيمم. نعم. حسن الله إليكم. رجل بطريق طويل وحدثت عليه جنابة في أثناء الطريق فلم يجد ماء يغتسل به، فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس أم كيف يفعل؟ هذا سؤال أخ سين عين من الرياض. صابته نجاسة، بل جنابة. جنابة في أثناء الطريق ولم يجد ماء يغتسل به وهو بطريق طويل، فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس أم كيف يفعل؟ يتيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا الذي في الطريق وليس عنده ماء والطريق طويل، هذا يتيمم، يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه ويصلي. والتيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء، والحمد لله. نعم. الحمد لله. سائل يقول: هل خروج المذي يوجب الغسل؟ خروج المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، ويجب غسل المذي لأنه نجس، فيغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو من جسمه ويستنجي، يعني يغسل ذكره ثم يتوضأ ويصلي. أما الاغتسال فليس عليه اغتسال. نعم. سائل يقول: استيقظت في حدود شروق الشمس مجنبا، فإذا دخلت في الغسل ربما تشرق الشمس، هل أتيمم وأصلي أم أغتسل ثم أصلي ولو يخرج الوقت؟ أفتوني مأجوري. لا يجوز أن تصلي إلا بعد الاغتسال ولو طلعت الشمس، يجب عليك الاغتسال. ما دام الاغتسال ممكنا والماء موجود فإنه يجب عليك الاغتسال ولو طلعت الشمس، لأنك معذور في هذا. نعم. سائل آخر يقول: أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي النافلة إذا فاتته كالرواتب مثلا، فهل لي إذا فاتتني راتبة الظهر ثم رأيت بعد الصلاة جماعة يصلون الظهر أن أصلي معهم لتكون نافلة لي مكان الراتبة؟ لا بأس بذلك، قضاء راتبة الظهر بعدها لا بأس به، ولا بأس أن تصلي متنفلا خلف من يصلي فريضة. نعم. السائل ألف نون يقول: من أولى الناس بإنزال الميت في قبره؟ وإذا كان الميت امرأة فهل يجب أن يكون المنزل معها من محارمها؟ المرأة ينزلها في القبر أي رجل من المسلمين ولو لم يكن من محارمها، لا يشترط أن يكون من ينزلها من محارمها، بل أي رجل من المسلمين عنده معرفة وخبرة بوضع الميت في قبره فإنه ينزل المرأة
في قبرها. نعم. والناس في ذلك سواء؟ الناس في ذلك سواء. نعم. السائلة أم حسان من الرياض تقول: كثير من النساء هداهن الله يذهبن إلى بائع الذهب بذهب قديم فيبدله لهن بذهب جديد، بل يبدل به لهن ذهبا جديدا ويدفعن الفرق، فهل هذا العمل جائز أم هو من الربا؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا العمل غير جائز وهو من الربا الصريح، لكن من أراد أن يستبدل ذهبا بذهب آخر، الطريق الصحيح أن يبيع الذهب الذي يريد التخلص منه، يبيعه بدراهم ثم يشتري بالدراهم الذهب الذي يريده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أراد أن يستبدل تمرا بتمر أجود منه قال له صلى الله عليه وسلم: بع الجمع يعني التمر الردي بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. هذه الطريقة الشرعية. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان ضيف حلقتنا هذه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته تكرمه بالجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميل